نبدأ من الوطن، والعنوان يقول: السيسي يشيد بتطوير العمل في القناة، ومميش الملاحة سجلت أرقاما قياسية. التفاصيل عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وإشادة الرئيس بالجهود اللي تم بذلها من خلال هيئة قناة السويس لتطوير العمل بالمجرى الملاحي، وأيضا تأكيد الرئيس خلال هذا اللقاء على الثقة في الكفاءات المصرية ومنطقة قناة السويس والقدرة على إدارة العمل بهذه القناة والموانئ المصرية وفق أحدث النظم التكنولوجية. أيضا من جانبه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أكد، وده من خلال البيان اللي صدر عن المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، اللي أكد أنه مميش أشار لحركة الملاحة اللي سجلت الأسبوع الماضي تحديدا رقم قياسي في أعداد وحمولات السفن العابرة. شهدت القناة في يوم واحد عبور 67 سفينة بحمولات ضخمة في الاتجاهين. استعرض أيضا الفريق مهاب مميش خلال هذا الاجتماع خطة تطوير موانئ الجمهورية بما فيها الموانئ الستة الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، وأشار أنه الخطة تشمل عملية توسعة الموانئ من خلال إنشاء أرصفة جديدة وأيضا زيادة أعماقها، فضلا عن تحديث شامل لوسائل الشحن والتفريغ والمستودعات وتطبيق للمنظومة الإلكترونية في تلك الموانئ.